ده سيد، ده معوض، ده مدرب فريق الاهلي. بقول لك مبروك الفوز بالسوبر، بطوله مهمه وفي توقيت مهم يا كابتن سيد. وبصراحه بسم الله ما شاء الله اداء فني وبدني كبير جدا للاهلي. الحمد لله، يعني انت زي ما قلت بطوله مهمه، بطوله كانت غايبه عننا، يمكن خسرناها الموسم اللي فات وطبعا زعلانين عليها جدا. الحمد لله السنه دي بدايه سنه جديده، والحمد لله اول بطوله السنه دي، وان شاء الله نتمنى ان انا يمكن كان في لقاء ما بيننا في ماتش الزمالك بعد مباراه الزمالك، لكن البطوله دي مهمه جدا بالنسبه لنا عشان تكمل المكاسب اللي انت عملتها. المباراه اللي فاتت الحمد لله اديت اداء كبير جدا وكسبت المنافس التقليدي بتاعك وصلت بنتيجه كبيره. النهارده الحمد لله الاداء افضل كمان من مباراه الزمالك ومكسب كبير جدا، بنحمد ربنا ونتمنى ان شاء الله ان الانتصارات تفضل جوه النادي الاهلي كمان. قول لي الكابتن طارق سليمان عمل ايه في الملعب في الدقيقه الاخيره؟ انت شايفينه فوق. ما ينفعش اقول للكابتن طارق سليمان هو كان طلع بره، هو اتطرد. مكسب حلو والاداء جميل يا كابتن سيد. لا الحمد لله، بص اي وقت بنكسب فيه بنحمد ربنا، الحمد لله التوفيق من عند ربنا، وده الطبيعي يعني، ما مش حاجه كبيره قوي، ده الطبيعي بتاعنا. الحمد لله بنعمل اللي علينا في التمرين وتجهيز اللعيبه، واللعيبه بتعمل اللي عليها في الملعب، والاول والاخر ده عمليه توفيق. والحمد لله يمكن السنه اللي فاتت كان ادائنا في مباراه الزمالك، مباراه السوبر، قوي جدا وخسرنا بضربات الجزاء. النهارده الحمد لله اداء ونتيجه، والحمد لله اللعيبه كلها بصراحه بكل امانه، ما تلعب مباراه ديربي زي مباراه نادي الزمالك وبعديها باربع خمس ايام تيجي تلعب مباراه السوبر وتأدي الاداء ده، الحمد لله بنحمد ربنا. وزي ما قلت لك نتمنى ان المكسب يفضل جوه النادي الاهلي على طول. البطوله كام على الاهلي يا كابتن سيد؟ كمدرب الثالثه، انما كلاعب ما عدتش والله.